بواتينج يلعب كرة باتجاه رويس، لكن التغطية أمامه يستعيدها، محاولة مرور، إبعاد الكرة من الدفاع الإيطالي، ثم بيرلو يكسب خطأ على خبيرة، خطأ ضد خبيرة بعد تدخل أمام أندريا بيرلو، ويتعرض لإصابة خبيرة مرة أخرى. لاعب مهم جدا في خط وسط ريال مدريد وفي خط وسط منتخب المانشافت. لاحظوا مرة أخرى التغطية والتدخل كان في لمسة يد على رويس، ثم بعد ذلك الاحتكاك الذي تم بين صانع الألعاب الماهر أندريا بيرلو وبين محور الارتكاز القوي سامي خضيرة. شوط المباراة الثاني أكثر هدوء. يواكيم لوف يتابع التعليمات من جانب براندلي لبالوتيلي. لاعب من الصعب حقيقة أن تخرج ما لديه بالوتيلي، لديه كنز من الـ من الـ من الإمكانيات، من المهارات، من القوة، من الأداء العالي جدا على المستوى الهجومي، ولكن من الصعب التعامل مع بالوتيلي. خبيرة تعرض لإصابة، لا يبدو أن بإمكانه مواصلة اللعب، سيضطر على ما يبدو يواكيم لوف لإجراء تغيير. والآن ربما جماهير ريال مدريد هي من تخشى على هذه الإصابة. سامي خضيرة يتعرض لإصابة، يخرج الآن لتلقي العلاج، وربما يدخل ونشاهد تغيير على حساب سامي خضيرة. وأسفالتو بعد أن ترك مكانه المتألق هذا الموسم مع ساوثهامبتون في البريمير ليج. الكرة في وسط الملعب من جانب